رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إن الكويت كانت بصلة الإخوة الحائرين المتحاربين، مشيرا إلى موقفها الذي لا ينسى مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكتب البركاني عبر منصة إكس قائلا إن الكويت هي التي تتربع على عرش القلب ناصية الذاكرة لكل من قادته السنون إلى عهد الثورة، إلى سبتمبر، إلى عهد الوحدة، إلى مايو المجيد. وأضاف في زمن الانقسام اليماني الحزين كانت الكويت هي بوصلة الهداية للأخوة الحائرين المتحاربين الغارقين في خلافاتهم، وآخرهم علي عبد الله صالح وعبد الفتاح إسماعيل في العام 1978. وتابع حتى عندما يتجاوز خلاف اليمانيين حدود الشرائع المنضبطة يبسم الكويتيون جراحتهم ويقولون لهم على رسلكم فلكم إخوة في الكويت. وأشار إلى أن الكثير من قادة اليمن ومبدعيها إما درسوا في مدارس الكويت وإما تخرجوا من جامعة صنعاء التي شيدتها الكويت. وأضاف واليوم عندما تقطعت السبل باليمانيين وسطت الميليشيات على ركوبهم وتركتهم في غياهب الضياع لا سبيل لهم إلى العودة من فريضة الحج أو من ضرورة العودة من التشافي في الأردن، فمنعت عنهم الزاد والراحلة، عادت الكويت وقالت لا تيأسوا يا أخوتنا، هذا ركوبكم وهنا إخوتكم، وهذه بالوفاء والتمام ثلاث طائرات لكم من إخوتكم في الكويت، وسنكون معكم حيثما تكون حاجتكم. ووجه البركاني تحية للكويت التاريخ وأميرها المبجل الشيخ مشعل الصباح تحية للشعب الكويتي، مضيفا الكويت الموجودة في سهول اليمن وجباله ومدنه بمشاريعها الخيره هي اليوم في سمائه. ميليشيات الحوثي على دعم دولة الكويت العربية. الشقيقة للخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات. وخرج رئيس وكالة سبأ التابعة للحوثيين في تصريح عقب دعم الكويت قائلا نشكر الأشقاء في دولة الكويت على الهدية التي قدموها للشعب اليمني والمتمثلة بثلاث طائرات مدنية ومحركين للخطوط الجوية اليمنية. وأضاف قائلا مع العلم بأن هناك طائرات تابعة لليمنية لا تحتاج إلا محرك وتصبح جاهزة للطيران، فهل سيتم إصلاحها أم نراقب وننتظر؟ وجاء دعم الكويت لليمن بثلاث طائرات عقب عملية الاختطاف الحوثية التي طالت أربع طائرات تابعة للخطوط.